يلا باي. ما في سبب لخطفهم، هذا اللي بيقهر. لو متحزبين، لو بيكون عندهم ميول شيء، كان بقول انا من اول ما اخذوهم عم ببرم عليهم. يعني لو كنت طاير لحتى احطهم علقهم بسناني وطير فيهم. شيء 20 22 عنصر كانوا مدممين. كان بالضبط جهاد سابع شخص بدي عيط له جهاد كنت قشطت بأرضي. أنا كتير بشوف في مناماتي موجود أخوي، وقلبي حاسس ومش نازل مصر إلا ما يطلع أخوي، لأن صعب إن أنا أنزل مصر وأخويا تحت الأرض في سوريا. هيدا سؤال أوقات ناس كيف بعدك عايشة؟ بقول لهم سألوا ربنا، لأنه أنا عندي إيمان بربنا. أوقات هيك بحكي مع حالي بقول هو عطاني إياهم، إذا هيدي بإرادته، إذا بده يرجع لي